كل الناس بره. أمرك. اوعى تكون فاكر يا عيسى ان انت هتخلص مني بسهوله كده، تبقى غلطان. دي بس مجرد بدايه. بدايه نهايتك ان شاء الله. ما هي لو هتبقى نهايتي مش هتبقى نهايتي لوحدي، تبقى نهايتك انت كمان. ما تبصش تحت رجليك يا عيسى. انت شايفني بعد كل اللي عملته ابقى واحد باصص تحت رجليه؟ ما تفرحش قوي بانتصارك ده. انت صحيح كسبت جوله، بس اوعدك ان في جولات كتير جايه. وبدل ما بتضحك الضحكة دي دلوقتي هخليك تعيط بدل الدموع دم. ياه، الكلام ده كان لازم تقوله قبل ما تسرق. أنا ما سرقتكش وعمري ما حرمتك من حاجة. أنت مش واثق عليا عشان تحرمني. دي فلوسي، آخد منها زي ما أنا عايز من غير إذن. أنت سرقتني. أنا كنت بحميك من اللي أنت بتعمله في نفسك. لا لا، الكلام ده تضحك بيه على السيوف الكبير صح؟ تقول له اسم العيلة، اسم العيلة في خطر. ده انت عينت حد تاني مكاني. انت اللي اضطرتني لكده. هو انت ما كنتش شايف نفسك عامل ازاي؟ انا لولا ان انا سفرتك بره عشان تعالج بالهباب اللي انت كنت بتشمه ده، كان زمانك دلوقتي ميت. مين اللي ورطني في ده؟ مش انت؟ لا لا، ما تتفاجئش، ما تمثلش. عرفت نقطة ضعفي واتكيت عليها. حفلات ورا حفلات، والجرعه تزيد وتزيد وتتصر وتتصر لغايه ما لقيت نفسي مرمي زي الكلب بتعالج بره. وانت سرقتني. انت وقعت عشان انت كنت ضعيف. ضعيف؟ ساعدني، وقف جنبي، انا اخوك مش تسرقني. طيب يا اخي، انت كل حاجه دلوقتي رجعت لك هي وبزياده كمان، عايز ايه؟ عشان انا استغليت نقطه ضعفك زي ما عملت معايا بالظبط. نقطه ضعفي؟ ايه هي بقى نقطه ضعفي؟ معلش عشان عايز اعرف. خبائك، غرورك، طمعك. انت صدقت ان انا ممكن اخرجك من السجن وارجع لك كل حاجه. برافو يا عيسى، بجد برافو. بس انا معلش يعني عندي سؤالين كده عايز افهمهم قبل ما تحكم على غبائي ولا ذكائي. طالما انت خدت كل حاجه، كل حاجه رجعت لك، ايه كان لازمتها اللف والدوران ده؟ ما عنديش وقت اجاوبك خلاص. او انت ما عادش عندك وقت تسمع.